جئنا إليك أبونا السماوي، عيوننا الشاخصة إليك. الله الآن يأمر جميع الناس أن يتوبوا. افتح عيني عشان أشوف إيه اللي عملته على الصليب علشاني. اعرف حاجة، الشر لا يكسر بالشر. لكونك انت يعني هالك تخلص بالتوبة بدم المسيح، ومحدش هيقدر يدخل السماء غير اللي اتمتع بالرحمة. كلنا فرحانين مبسوطين ان احنا جايين نقابل الرب يسوع لكل المجد. الكتاب يقول كده، فرحتوا بالقائلين لي الى بيت الرب نعمل ايه؟ نذهب. وفي مزمور 84 يقول كده، ما احلى مساكنك يا رب الجنود. قولوا معي، تشتاق بل تتوق نفسي الى ديار الرب، قلبي ولحمي يهتفان بالاله الحي. العصفور ايضا وجد بيتا والسنون عشا لنفسها، حيث تضع أفراخها مذابحك يا رب الجنود ملكي وإلهي. يلا كلنا نقول مع بعض، طوبى للساكنين في بيتك. بيعملوا يجمع دول أبدا يسبحونك على طول، هم عنيهم عليك أنت. أيوة في مشاكل، أيوة في ضغوط، أيوة الوضع صعب والأيام صعبة، لكن عمانوئيل موجود في وسطينا هنا. حد يقول معي أمين؟ قول معايا، عمانوئيل الذي تفسيره الله ايه؟ الله معنا. هو معاك في المشكله بتاعتك؟ ايوه معاك. هو معاك في ظروفك؟ اه معاك في ظروفك. فانا عايزك وانت بتصلي وترنم معايا اقول له يا رب اشكرك لانك انت سندي، انت عظيم. يلا غمض عينك كده وانت بتنادي على ربنا، اقول له يا رب تعالى انا اجيت بيتك يا رب، وانا واثق انه ابدا ابدا ما تتركني، ابدا ما تسيبني. شكرا لانك انت مريح كل تعبان، انت عظيم. محبتك ترقف بحالتي يا رب وبظروفي، لانك انت امين، لانك انت عظيم. عشان خاطر عظمتك مشكلتي تتصاغر دايما امام عظمتك، محبتك عظيم يا اله كل نعمه. تعال حياة النهاردة، يسوع. قول معي، يسوع 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 يسوع، نادى عليه يسوع يسوع يسوع. يا كمالي لما يبقى فيا نقص، بل أقول لكمالي فيه يا جمالي، يلي مش بتشوف سوادي، شايف بس جمالي في عينيك. يا كمالي لما يبقى فيا نقص، بل أقول لكمالي فيك يا جمالي، يلي مش بتشوف سوادي، شايف بس جمالي فاني. يسوع 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 مرة، يسوع 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 يسوع. يا حبيبي بقوة حط ايدك علي والمس اللمسة الشديدة. يا حبيبي
انه رفع ايدي بستقبل مسحة جديدة يا حبيبي بقوة حط ايدك علي والمس اللمسة الشديدة يا حبيبي انه رفع ايدي بستقبل مسحة جديدة يسوع احلى اسم يسوع 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 كمان مرة قول يسوع 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 يا رفعني لما ظهري يبقى محني وبإيديك تشفي انحناي وافضل احكي عما رحمك وصلاحك عند عرشك كل اشتياقي يا رفعني لما ظهري يبقى محني وبإيديك تشفي انحناي وافضل احكي كل اشتياقي يسوع 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 قول معايا يسوع تعالى يسوع حاضر في وسطينا هنا يسوع موجود مكتوب انه يمين الرب صانع بباس يمين الرب مرتفع قول يا رب داخلين بعدم استحقاق لكن محبتك ونعمتك العظيمة المتاحة لنا كل الوقت تخلينا نتقدم بثقة لعرش النعمة هتقدم وانا مش خايف من ضعفي ومن المجهول طول ما انا شايفك شايف بالنعمة ان انا مجبول قول هتقدم وانا مش خايف من ضعفي من المجهود طول ما انا شايفك شايف بالنعمة ان انا مجبول بمحبة اللي بتتغير وحبك الكبير ودمك اللي بيطهر في قلبي والضمير بمحبة اللي بتتغير وحبك الكبير ودمك اللي بيطهر في قلبي والضمير بإيدك اللي تسند وروحك اللي يرشد وصوتك اللي يفرد شرائي في المسير وصوتك اللي يفرد شرائي في المسير هتقدم وانا مش خايف من ضعفي ومن المجهود طول ما انا شايفك شايف بالنعمة ان انا مقبول قولوا معايا هتقدم وانا مش خايف من ضعفي ومن المجهود طول ما انا شايفك شايف بالنعمة ان انا مقبول وبنورك قلبي يشوف النور ويعز جواه ويشوف قلبك عطوف على جهل بكل مدام ونورك قلبي يشوف النور ويعيش جواك ويشوف قلبك عطوف على جهل بكل مدام وصرت لي يا راعي تاخدني للمراعي تردني في ضياعي لرمك المياه تردني في ضياعي راحة المياه هتقدم وانا مش خايف من ضعفي ومن المجهود طول ما انا شايفك شايف بالنعمة ان انا مقبول عندك هتقدم وانا مش خايف من ضعفي ومن المجهود طول ما انا شايفك شايف بالنعمة ان انا مقبول وبنورك
نورك قلبي يشوف النور ويعيش جواه ويشوف قلبك عطوف على جهلي بكل مدى وبنورك قلبي يشوف النور ويعيش جواه ويشوف قلبك عطوف على جهلي بكل مدى وصرت لي راعي تاخدني للمراعي ترد لي في ضياعي لراحة المياه ترد لي في ضياعي لراحة المياه هتقدم وانا مش خايف من ضعفي وفي المجهول طول ما انا شايفك شايف بالنعمة ان انا مقبول ريبيا ولقاني وزمان الحب تعالوا كلنا نجف نقول مريبيا ولقاني وهبني وهبني خلاص مجاني يا هنايا وفرحة قلبي وهبني خلاص مجاني يا هنايا وفرحة جي من السما علشان جي من السما علشاني وبصلبه وموته فداني جي من السما علشاني كساني يا هنايا وفرحة قلبي وطوب البر كساني يا هنايا وفرحة قلبي مربي بيا يا هنايا وفرحة قلبي وهبني خلاص مجاني يا هنايا وفرحة العالم لحظة العالم لحظة ويمضي وأنيني وكل حزني وانا لحبيبي مستني يا هنايا وفرحة قلبي وانا لحبيبي مستني يا هنايا وفرحة قلبي مري بيا ولقاني وزمن الحب مري بيا وزمان الحب زماني وهبن خلاص مجاني يا هنايا وفرحة قلبي وهبن خلاص مجاني يا هنايا وفرحة يلا قوله انت ساخي وكريم ساخي وكريم هاليلويا وانا اخترت نصيبي سخي وكريم حبيبي يا حبيبي وانا اخترت نصيبي حبه سطر عيوني يا هنايا وفرحة قلبي حبه سطر عيوني يا هنايا فرحة قلبي مر بيا ولقاني مر بيا ولقاني وزمن الحب زمان
مجاني يا هنايا وفرحة قلبي وهبن خلاص مجاني يا هنايا أسمعكم أسمع كل الحاضر قولوا وحديكم للعالم للعالم ما رجع تاني يا قلبي يا مش هرجع ورا تاني للعالم ما رجع أبدا أبدا يا قلبي أنا ناوي ده حبيب اللي فداني يا هنايا وفرحة قلبي ده حبيب اللي فداني يا هنايا وفرحة قلبي هنايا وفرح قلبي انت مالك عمري قولوا معانا انت سيد انت وحدك انت وحدك ربي وكل حبي اليك صد يا يسوع صد يا يسوع في حياتي نفسي معاك مرتاح صعب حياتي نفسي معاك مرتاحة فيك بلاقي نجاتي وقربك الاقي الراحة انت مالك عمري انت سيد قلبي انت وحدك مالك عمري وانت سر سلامي ليك بقدم عمري بهدي اليك ايامي وحدك مالك عمري وانت سر سلامي انت مالك يا رب عليا غالي عملك فيا حبك مالي كياني كنز وكل ملي غالي يا رب عليا غالي عملك فيا حبك مالي حبك مالي كياني عمري انت سيد قلبي
الفلسطينيه. انت مالك، انت مالك، انت سيد، انت سيد قلبي. مزمور 145 يقول الكتاب كده: رب الصالح للكل. قولوا معايا: صالح للكل ومراحمه على كل، يحمدك يا رب كل اعماله، حتى اعماله اللي بيعملها معايا انا ببص عليها اقول له: يا رب دي بتاعتك انت، دي ايدك انت، هذه هي اصبع الله. قولوا معايا: هذه هي ايه؟ تشوف ظروفك صعبه وكبيره، لكن يقول كده: من انت ايها الجبل العظيم امام عبدك زروبابل؟ تصير ايه؟ تشوف ايده فتقول له: انت مالك وانت سيد، انت وحدك ربي، انا سايب لك كل حاجه، حتى دفه حياتي دي بتاعتك انت، حتى اموري اللي انا مش قادر عليها، امور الصعبه انت تقدر، انت عظيم. ويتعظم معاك في وسط امرك الصعب، في وسط مشكلتك، فالصعب يصير سهل. قول معايا: الصعب يصير ايه؟ سهل، في ايده. يمنطقنا بالقوه باسم الرب يسوع المسيح. تقول معايا: امين. يمنطق رجلينا ويمنطق حقوينا ويثبت رجلينا على صخره فلا تزل، باسم الرب يسوع فلا تزل قدماي. عشان كده الترنيمه اللي جايه بتقول كده: طول الايام توهبني سلام. الايام دي بيقولوا عليها ان ايام صعبه وايام ما فيها السلام، وعكس السلام الخوف والاضطراب، ويمكن الاسعار فوق رايح وتحت، فده اضطراب. لكن الكتاب يقول كده: كاسرون يرون ويقولون: من يرنا خيرا؟ قولوا معايا: كاسرون يرون ويقولون: من يرنا ايه؟ هو فين الخير؟ لكن بعدها يرد على طول يقول كده: يا رب ارفع علينا نور وجهك، وجهك هو الخير. فطول الايام وانا معاك وانت خيري توهبني سلام، في حضنك انام وانا مطمن، راسي مرفوع، ده إلهي يسوع الطيب، الطيب أبو قلب حنين. طول الأيام توهبني سلام، وفي حضنك أنام وأنا مطمن، راسي مرفوع، ده إلهي يسوع الطيب أبو قلب حنين. طول الأيام، طول الأيام توهبني سلام، وفي حضنك أنام وأنا مطمن، راسي مرفوع، ده إلهي يسوع الطيب أبو قلب حنين. كسرت جيودي، كسرت جيودي وحلتها، ومشاكلي بإيدك حلتها، ومرارة عمري حلتها، يا يسوع بوجودك روح البر أمان عدتها، ياللي مرحمك لو عدتها أبدا ما وصلش لنهايتها، يا غامرني بجودك. طول الأيام توهبني سلام، وفي حضنك أنام وأنا مطمن، راسي مرفوع، ده إلهي يسوع الطيب أبو قلب حنين، حبتني محبة أبدية، وقدمت الرحمة كمان ليا، روح قدسك بقى ساكن فيا، ياللي برعاكي من كل مخاوفي نجدني، وما تهلي ألاقيك جدني، لو أمي سابتني ونسيتني ولا يوم تنساني. طول الأيام
حبتني محبة أبدية وقدمت الرحمة كمان ليا. روح قدسك بقى ساكن فيا ياللي بترعاني من كل مخاوفي نجتني. وما اندهليك ألاقيك جتني لو أمي سابتني ونسيتني ولا يوم تنساني. طول الأيام توهبني سلام وفي حضنك أنام وأنا مطمن راسي مرفوع ده إله يسوع الطيب أبو قلبه حنين والأبرع جمالا من بان البشر. قول هو بينجينا من كل خطر وما أجملك وما أجملك. كل يوم كنت جنبي الطبيب المقيم ولا يوم غبت عني الصديق الحكيم. قولوا معانا كل يوم تركب السحاب لمعونتنا بدنا ليس مثلك يا ملكنا. تركب السحاب لمعونتنا ما أجملك ما أجملك. كل يوم كنت جنب الطبيب المقيم ولا يوم غبت عني صديق الحبيب. ما أجملك ما أجملك يوم دعوتك أجبتني قوة في نفسي شجعتني. يوم دعوتك قوة في نفسي شجعتني. الطبيب المقيم ولا يوم غبت عني الصديق الحميم. كل يوم كنت جنبي الطبيب المقيم ولا يوم غبت عني الصديق الحميم. ما أجملك ما أجملك على الأزرع الأبدية حملتني لحضنك الدافي ضميتني. على الأزرع الأبدية حملتني لحضنك الدافي. يلا كلنا نقول ما أجملك ما أجملك ما أجملك. كل يوم كنت جنبي الطبيب المقيم ولا يوم غبت عني الصديق الحبيب. كل يوم كنت جنب الطبيب المقيم ولا يوم غبت عني الصديق الحميم. ما أجملك وما أجملك وما أجملك. هللويا. كل يوم كنت جنبي الطبيب المقيم ولا يوم غبت عني. الترنيمة اللي جاية عايزين نفرح بيها واحنا بنقول نعمتك شالتني من وسط ايه قصوري. ايوة ايديك حمتني انت ليا سوري. نعمتك غنية نعمتك نعمتك عظيمة. يلي راضي يلي راضي بي. هاليلويا.
ونعمتك غنية نعمتك عظيمة يلي راضي بيا ادت لي قيمة ايدك بتحاوطني ايوة ايديك كريمة انت اللي مفرحني ومدني الترنيمة نعمتك غنية نعمتك عظيمة يلي راضي بيا ادت لي قيمة ايدك بتحاوطني ايوة ايديك كريمة انت اللي مفرحني ومدني نعمتك شالتني نعمتك شالتني من وسط قصوري ايوة ايديك حمدني انت ليا صوري مش متروك لوحدي في ظروفي واموري انت بديت معايا وهتكمل يا دوري نعمتك غنية نعمتك عظيمة ياللي راضي بيا اديت ليا قيمة ايدك بتحاوطني مدني الترنيمة نعمتك بتجبل والدليل صليبك كنت بعيد لوحدي جتني بقيت حبيبك ولقيت نفسي محمي متشال جوا عينك انا مديون للنعمة انا مديون لصليبك نعمتك غنية نعمتك عظيمة ياللي راضي بيا اديت ليا قيمة ايدك بتحاوطني انت اللي مفرحني ونعمتك تخلص نعمتك تخلص نعمتك تبرر واثق فيك وايماني انك انت تحرر ودي مش حاجة مني انت اللي بتقرر انك هتباركني تاني نعمتك تخلص نعمتك تخلص نعمتك تبرر واثق فيك وايماني انك انت تحرر وانا مش حاجه مني انت اللي بتقرر انك هتباركني اكتر يلا كلنا نقول نعمتك نعمتك غنيه نعمتك عظيمه ياللي راضي بيا اديت لي قيمه ايدك بتحاوطني ايوه ايديك كريمه مدني الترنيمة يا شاريني بالدم الغالي أتريني على قلبك غالي يلا قولوا معاه يا شاريني بالدم الغالي أتريني على قلبك ما يحسن ما يحسن في عينيك افعل وانا بين ايديك ما افعل وانا بين ايديك يا اب يخاف عليا وحنان روحك حواليا يا اب يخاف وحنان روحك يلا قول ولا يمكن ولا يمكن هتتركني ده وعدك بيطمن أتريني على قلبك غالي أتريني على قلبك غالي أنت اللي يهمك أمري وفي يدك ملئ وغامري
شاريني بالدم الغالي، أتاريني على قلبك غالي، يا شاريني بالدم الغالي، أتاريني على قلبك غالي. ماشي ماشي في ظلال الموت فرحان وسمع الصوت، ماشي في ظلال الموت فرحان وسمع مجدا مجدا ومبارك اسمك، فكري مرتاح على شخصك، مجدا ومبارك اسمك، فكري مرتاح على شخصك، ولا يمكن هتتركني، ده وعدك بيطمني، ولا يمكن هتتركني، ده وعدك بيطمني. يلا كلنا نقول يا شاريني بالدم الغالي، أتاريني على قلبك غالي، يا شاريني بالدم الغالي، أتاريني على قلبك. قول لوحدك لا يوقف، لا يوقف إنسان قدامك، وجهي ياسر أمامك. هو بيقول لك كده، لا يقف إنسان قدامك، وجهي ياسر أمامك، كل الهضاب وماهد بسلام أولادي أتعاب، كل الهضاب كل الهضاب بسلام أولادي أتعاهد، ولا يمكن هللويا، ده وعدك بيطمني، ولا يمكن هتتركني، ده وعدك بيطمني، يا شاريني شاريني بالدم الغالي، أتاريني على قلبك غالي، يا سائر للقاء يسوع لا يهمك عطش ولا جوع، طعامك خبز الحياة ويرويك ماء الينبوع، ويرويك ماء الينبوع، ويرويك ماء الينبوع، طعامك خبز الحياة ويرويك ماء الينبوع، راح يعيد دلك مكان مشغول بيه بقاله زمان، قلبه ميت شوك إليه ساعدك، لو لاقاك سهران ساعدك، لو لاقاك سهران ساعدك، لو لاقاك سهران، قلبه ميت شوك إليك ساعدك، لو لاقاك سهران المسيح، يا سكنة وسط الصخور لا تخافي من خطر، حاميك صخر الدهور، حاميك صخر الدهور، حامي
صخر الدهور لا تخافي من خطر حميك صخر الدهور يا سائح يا سائح للقاء يسوع لا يهمك عطش ولا جوع طعامات خبز الحياة ويرويك ماء الينبوع غمض عينك كده قول له شكرا يا رب لأنك أنت شبعي. شكرا يا رب أنا بجوع ليك وبعطش ليك. طوبة للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون. قول له بفتح قلبي يا رب ليك، بفتح حواسي. حط إيدك علينا النهاردة بكل نعمة رب حاضر وسطينا. صخر الدهور موجود ما بيننا. إله امبارح والنهارده وبكره أشكرك لأنك أنت الوحيد اللي قلت أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. كلمنا يا رب النهارده باسمك. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. فلتحل علينا نعمته وبركته من الآن وكل أوان وإلى داهر الظهور كلها أمين. ناخد تأملنا النهاردة في سفر الخروج إلى صح الثالث من عدد واحد حتى عدد سبعة. وكان موسى يرعى غنم يسرون حميه كاهن مديان، فساق الغنم إلى ما وراء البرية حتى وصل إلى جبل الله حريب، فتراءى له ملاك الرب في لهيب نار من وسط العليقة، ورأى موسى العليقة تتوقد بالنار وهي لا تحترق، فقال في نفسه أميل وأنظر هذا المشهد العظيم، ما بال العليقة لا تحترق، ورأى الرب أنه مال لينظر فناداها من وسط العليقة موسى موسى، فقال نعم، قال لا تقترب إلى هنا، اخلع حذائك من رجليك لأن الموضع الذي أنت واقف عليه أرض مقدسة، وقال أنا إله أبائك إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فستر موسى وجهه خوفا من أن ينظر إلى الله، فقال له الرب نظرت إلى معاناة شعبي الذين في مصر وسمعت صراخهم من ظلم مسخريهم وعلمت بعذابهم. في البداية أحب أن أنا أقول مقدمة بسيطة عن السبع أعداد اللي إحنا سنعمهم وبعد كده نبدأ تأمنا بنعمة ربنا. كان موسى يرعى غنم حميه يسرون الكاهن في البرية مما قادوا إلى حريب. كلمة حريب ومعناها حرب أو خراب، بمعنى مكان غير مؤهل. وفي هذا المكان اختار الله أن يتجلى لموسى ثم شعب إسرائيل بعد خروجهم. عندما رأى موسى هذا المظهر والعليقة المشتعلة قرر أن يرى هذا المشهد. يسمع صوت من الله اخلع نعليك. المقصود بهذه العبارة يا أحبائي، الله يريد أن يخلع قلب الإنسان القديم. احنا بنقول كده في المزمور قلبا نقيا اخلق فيه يا الله. فيجب على كل إنسان
أن يجرد نفسه من الإنسان العتيق من قلب مليان كره وحقد. قديس غريغوريوس نلاحظ من هو مزمع أن يمس الأرض المقدسة التي وطأتها قدم الله أن يخلع نعليه مثلما فعل موسى لكي لا يدع شيئا ميتا. قديس أغناطيوس بيقول أغسطينوس ما هو الحذاء الذي نستعمله كغطاء لأقدامنا من جلود الحيوانات الميتة؟ فنحن مطالبون أن نقلع عن الأعمال الميتة وننبذها، وهي التي حذر منها الله موسى بصورة رمزية، أي نرفض كل أعمال ميتة ونحن في حضرة الرب. قديس أمبروسيوس بيقول إذا كان قيل لموسى اخلع عليك، فبالأحرى بنا أن نحرر أقدام نفوسنا من قيود الجسد ونزيل خطواتنا من كل ما يتعلق بهذا العالم. ثلاث كلمات في عدد 7 النهاردة هنتأمل فيهم. أول في أول كلمة، الله شايف، الله سامع، الله عارف. ثلاث كلمات. فبنعمة ربنا ناخد الكلمة الأولى، الله شايف. ما أجمل هذا الإله العظيم اللي عينه علينا، شايف ضيقتنا وأحزاننا، شايفين تجاربنا، شايف ألامك، شايف تعبك. فعشان كده بيقول لك أنا شايف. يعلن الرب لموسى إن التسخير والعبودية جعلت الشعب يشعر بالمهانة وفقدان الكرامة، فالأوجاع ليست فقط ألام الجسد ولكن أوجاع النفس أيضا التي تنتج عن تشوهات صورة الإنسان عن نفسه. والآن الشعب يعاني من القهر والظلم، بيقول له خلاص أنا شايف. الله يرى، الله بيسمع، الله بيعرف كل الأمور. في إنجيل القديس مرقس الله يرى إيماننا مذكورة مثل أو القصة بتاعة الرجل الكسيح اللي ما بيقدرش ان هو يتحرك، ذاكرها مرقس 2 ومتى 9 ولوقا 5. بيكلمنا الكتاب بيقول رجع يسوع الى كفر نحوم، رجع لكفر نحوم والناس سمعت ان يسوع في كفر نحوم، ودخل بيت، البيت بدأ يمتلأ بالناس. وقت حضور يسوع في اي مكان نلاقي المكان مليان، حتى بيقول لنا كلمة كده يقول حتى عند الباب، الناس مالية البيت حتى عند الباب. وجاء إليه 4 رجال، مرقس الوحيد اللي بيحدد رقم 4، لوقا ما قالش 4 ولا متى قال 4، لكن مرقس الوحيد اللي حدد جاب رقم 4، حاملين كسيحا، فلما عجزوا عن الوصول نقبوا السقف ودلوا الكسيح أمام المسيح. القصة الجميلة دي بنشوف الكسيح وبنشوف الجموع اللي واقفة في البيت وسد البيت كله حتى الباب، وبنشوف 4 رجال ونشوف المعلم الصالح بيعمل ايه. اولا احبائي، كسيح مش مذكور اسمه، الكتاب ما ذكرش اسمه، وفي نفس الوقت ما ذكرش اسم الأربعة. ما ذكرش اسمه يبقى الكسيح ده ممكن اكون انا، ممكن يكون حاضر واحد من الحاضرين أو اللي بيسمعه. كل ما تقرأ الكتاب المقدس إنسان كسيح مش قادر يوصل ليسوع، محتاج حد يوصله. مش لازم يكون فيه كسيح بالجسد، إنه مش قادر يحرك رجليه، مشلول شلل تام، مش قادر يحرك جسده أو رجليه، مش قادر يتحرك، مش قادر يمشي. ولكن ممكن كمان يكون كسيح في فكره وفي أعماله وفي تصرفاته، محتاج حد يقدر ان هو ياخده يشيله ويوصله لغاية ما يسوع موجود. لكن في جموع، بيقول البيت كان مزدحم حتى عند الباب. انسان كسيح وعايز يشوف يسوع ومش قادر، مين يشيله ويقدر يوصل ازاي؟ الجموع الكتيرة
بترمز لأفكار كتيرة داخلنا إحنا ممكن بتمنعنا على إن إحنا نقدر نوصل ليسوع. خطايا كتيرة موجودة في حياتنا بتمنع بتحجزنا على إن إحنا نقدر نشوف يسوع. الجماعة الكتيرة ما عندهمش إحساس بالحب من أجل الآخر اللي موجود. كم واحد مر على الراجل ده وهو موجود؟ ممكن كان موجود قدام البيت. كل الجموع اللي مرت شافته ولكن محدش قدر ان هو يمسكه او يلمسه ويقول له تعال انا اوصلك. الكل بيجري وعايز يوصل عشان يشوف يسوع. بنجري عشان نجي الكنيسة. ولكن كمان يسوع بيقول وانت جاي اكيد في كسيح جنبك. اكيد في حد ما يعرفش باب الكنيسة. من فضلك هات وانت جاي. مجموعة او ناس واقفة قدام الباب وسد الباب محدش يقدر يدخل. يا ما ناس كتيرة بتقف عائق قدام الإنسان اللي عايز يوصل لربنا بأعمالهم وبتصرفاتهم وبحياتهم. عشان كده الكتاب بيقول يروا أعمالكم الصالحة. الأربعة دول ما تكلموش ولكن عملوا. عايز يشوف العمل بتاعك. بتفضل نتكلم كتير عنه لكن دلوقتي بيقول لك أنا عايز أشوف العمل بتاعك. عايز اشوف ايمانك بيا. ناس كتيرة بتقف. ممكن انا اكون عائق قدام حد ان يوصل للمسيح. وممكن واحد فينا يكون عائق قدام حد ان يوصل للمسيح بسبب تصرفاته وبسبب اعماله وبسبب ان هو بيشوه صورة المسيح. بيفضل واقف كده قدامه فبيقدرش بيعمل زحمة ما بيقدرش ان هو يوصل. الجموع الكتيرة وقف وسد الباب. ولكن هناك أربعة. هل الأربعة دول من نفسهم بدأوا أنهم هم يمسكوا الرجل المريض ده ويمشوا بيه عشان يطلعوه فوق في السقف؟ ولكن الأربعة كانت تمتلكهم روح الحب. الحب ولما يتجمع الحب ما بين أفراد بيقدر أن هم يعملوا أمور كتيرة من أجل الله من أجل إيمانهم بربنا. يقدروا يوصلوا إنسان. أربعة بيتحدوا بالحب. وفي ناس كتيرة بتتحد من أجل الشر. بيتجمعوا بأفكارهم الشريرة وبتصرفاتهم. وممكن مش يوصلوا إنسان لربنا. يبعدوا إنسان. بيبعدوا ناس كتيرة عن ربنا. ولكن ده أول دافع ليهم كان عندهم حب. شافوه. عشان كده بنقول الله يرى. هم شافوه. بس مش شافوه وعدوا. وقالوا كده ونظروا إليه وبدأ أن هم يتعصبوا يتصعبوا كده عليه ويشوفوا ويبدأ أن هم خلينا إحنا في حالنا. إحنا جايين علشان خاطر نروح نشوف يسوع ونسمعه. ولكن هم ما عملوش كده. هم بدأوا إن كانت عندهم حب. حب الرب إلهك من كل قلبك من كل فكرك من كل نفسك من كل قدرتك. ما تحبوش بالكلام أبداً. المحبة عمرها ما كانت محبة كلام. كتير جدا ما بنسمع كلمات حلوة وكلمات حب وناس ممكن تقابلنا بالأحضان وابتسامة ولكن جوانا ما فيش محبة. مش أقدر أبدا أشيل كسيح وأقدر أن أنا أوصله. حب إيمان. الرجل الثاني يرمز للإيمان. إيماننا إحنا بربنا. إحنا كلنا عندنا إيمان ولكن إيمان متفاوت. إيمان قوي إيمان ضعيف. إيمانهم يقول إن أنا هطلع دلوقتي في ناس كتيرة موجودة أقدر أخده إزاي وأمشي إزاي. ففكروا إن هم يطلعوا بس هم كان في اتحاد في إيمانهم. طب ما نأجل لما يجي المسيح مرة تانية. لا دلوقتي أطلع وأطلع بيه وأتعب وأوصله للمسيح وفي نفس الوقت أنا عندي إيمان إن المسيح هيشفيه. بنأجل لكن عندي إيمان رغم إن في صعاب جموع. بيقول حتى الباب يعني مش هقدر امشي. وتقدروا تشيلوه ازاي؟ محبه ايمان تواضع. كل واحد بيتواضع للتاني. كل واحد مين يقول لك لا ممكن نعمل العمل ده والتاني يقول له لا ما يقدرش. طب انا هشيل من الجنب ده انا مش هقدر اشيل. طب ما انا لازم يكون عندي تواضع. المحبه لوحديها مش هتكون كفايه غير لما انا كمان اكون متواضع مع الموجودين معايا عشان تتم المعجزة من خلال التواضع من خلال محبتي من خلال إيماني.
حتى التواضع لما يكون في البيت، تواضع ما بين المرأة والرجل. حاضر، نعم، في تفاهم، في علاقة اتضاع. ده يوحنا المعمدان يقول أنا لا أستحق. بيسألوه كده من تلاميذه، بيقول له الرجل اللي كان معاك في نهر الأردن بيعمد، كل الناس بدأت تروح له وسبوك، رد كده كلمات بيقول ينبغي أن ذلك يزيد وأنا أنقص، صوت صارخ في البرية أعد طريق الرب. أنا مش جاي عشان خاطر أنا مش المسيح، أنا جاي عشان أعدله الطريق، عارف طريقي، عارف مهمتي. تواضع، محبة، إيمان، تواضع. تعب، هل فينا حد بيتعب من أجل واحد مريض أو تعبان؟ هما الاثنين تعبوا، ما تعبوا، يشيلوا، يطلعوا السلم، وبيبدأ أن هما يفتحوا السقف وينقبوه، وبيبدأ أن هما ينزلوا. كم واحد بيتعب من أجل الآخرين؟ ما ينفعش. ما يقول لك لا أنا خليني أنا في نفسي، لكن فين الجهد؟ فين التعب؟ ربنا عايز يشوف إيمانك، محبتك، تواضعك، عايز يشوف اتضاعك قدامه من أجل راجل مش لاقي حد يقدر إنه هو يشيله ويقربه ليه. أما يسوع الغريبة جدا إنه لما رأى إيمانهم، شوف خلي بالكم، مش لما شاف الرجل المريض، لما رأى، عجيب يعني. يعني إحنا لما نتخيل المنظر ويسوع قاعد بيوعظ وبيتكلم، ونبص نلاقيه كده إيه، شاف أربعة شايلين واحد وبينقوب السقف وبيروحوا ينزليه، إيه النظرة بتاعته؟ إيه الحب؟ إيه الحب ده؟ إيه نظرة الحب والاحترام والتقدير والإعجاب من رب المجد للأربعة اللي موجودين دولة عشان يقدروا يتعبوا، يتعبوا نفسهم؟ رأى إيمانهم، لما رأى إيمانهم. يسوع النهاردة بيقول أنا عايز أشوف إيمانك من أجل محبتك مع الآخرين، تواضعك مع الآخرين، إيمانك. الله قادر أن يصنع المعجزات. وإحنا جايين الكنيسة، جايين طبعا عشان نسمع كلمة ربنا، جايين في حضرة ربنا، الله موجود معانا، من اجتمع اثنين أو ثلاثة أكون في وسطهم، موجود معانا. ما شفناش واحد كسيح، ما نعرفش واحد مريض مش قادر إن هو يقوم من مكانه عشان نقدر إن إحنا نجيبه، مش لازم يكون بالجسد. ما شفناش إنسان كسيح الفكر والمعاملات السيئة أو بعيد تماما عن يسوع مش قادر يعرف طريقه. كويس إنك أنت تيجي الكنيسة، ولكن كمان دور على واحد مريض أنت تعرفه، ممكن يكون جاري اللي موجود في نفس العمارة في الشقة، محتاجك إنك أنت تلمسه، محتاجك إنك أنت تقول له تعالى النهاردة عشان خلي ربنا يشوف إيمانك. خليه يشوف إيمانك، من خلال إيمانك أنت ومحبتك واتضاعك هتتم المعجزة. عشان كده يسوع بيقول لما رأى إيمانه. مين هم الأربعة؟ قلنا الكسيح مش موجود، مش مذكور اسمه، وإحنا ما قلنا مش موجود مش مذكور، يبقى أنا واحد من أي حد موجود بيسمعنا أو شايفنا دلوقتي ومحتاج حد يشيله. أبونا بولس الفغالي قال في كتابه الأربعة دول هم الأربع تلاميذ الأولين اللي اختارهم السيد المسيح، اندراوس ويوحنا. اندراوس جاب أخوه بطرس، ويوحنا جاب أخوه يعقوب. إنجيل القديس يوحنا الأصحاح الأول برضو، عشان فعلا الكاتب هو بيقول أبونا بولس، لما نرجع للإنجيل يوحنا الأصحاح الأول هنلاقي كده يوحنا المعمدان واقف، أول ما شايف يسوع قال هذا هو حمل الله. اثنين كانوا موجودين، مذكور اسم واحد منهم اندراوس، مشي ورا يسوع فنظر إليهم، عايزين إيه؟ عايزين نروح معاه. قال لهم تعالوا وشوفوا أنا فين. أول ما سابوا يسوع كل واحد منهم فكر إن هو مش يروح يرتاح ويتكلم عنه، لكن فكر في أخوه. اندراوس قال له تعالى، راح لبطرس، راح لسمعان بطرس قال له تعالى شوف يسوع. يوحنا قال لي يعقوب تعالى شوف يسوع. عشان كده هم الأربعة دول اللي بيتكلم عنهم أبونا بولس الفغال، يمثلون الأربعة. ليك أخ، ليك أخت موجودين بالجسد أو أعرفه، كلنا بنقول إخوة، وعندنا في مرض
مبعدنا عن ربنا فكرنا ان احنا ممكن نيجي النهاردة. حلو جدا ان احنا نيجي نسمع كلمة ربنا، افضل ما نكون موجودين ونسمع كلام تاني. ولكن كمان خليك زي اندراوس وخليك زي يوحنا، هات اخوك معاك اللي مش قادر يسمع كلمة ربنا، مش قادر يدخل كنيسة. اسمع كام واحد ممكن يديله فترة كبيرة ما اعترفش او يتناول، من فضلك دور عليه، خبط على الباب اللي جنبك او حتى بالتليفون وقول له تعالى علشان خاطر نفرح بيسوع النهاردة. انت كمان هتكون لك بركة، ويسوع ينظر لك انت اللي جبته معاك النهاردة بإيمان. الأربعة بيمثلوا الكون بأقطار الأربعة، يحملون هذا العالم ويحملوا وضعوه أمام السيد المسيح. كتير جدا ما يدل رقم أربعة في الأسفار المقدسة على الجهات الأربعة. في حزقيال 37:9 بيقول لنا كده: تنبأ بالروح، تنبأ يا ابن البشر وقل للروح هكذا قال السيد الرب، تعال أيها الروح من الرياح الأربع وهب في هؤلاء الموتى فيحيوا. الله بيطالبك النهاردة وبيقول لك أنا محتاج أشوف إيمانك، إنك تفتقد إنسان مريض وتجيبه معاك عشان يسمع كلمة ربنا هيشفى. أنت لا هتكون السبب، أنت ما تبعدش حد عن ربنا، قرب حد ربنا. اتعب مش قادر تتصل بالتليفون وقول له أنا محتاج إنك أنت تيجي النهاردة، تعال نروح النهاردة مع بعضينا الكنيسة. أول حاجة الله عايز يشوف إيمانك، عايز يشوف إيمانك. إنجيل القديس لوقا صح 17 بيكلمنا الله عايز يشوف شكرك، إنك تشكر، إنك بتشكر ربنا دايما. مفيش حاجة ربنا بيعملها معنا حلوة، ده كل حاجة في حياتنا من أول ما نصحى من النوم لغاية ما نرجع تاني ننام نلاقي إيد ربنا محوطانا، كل حاجة حلوة. طب كم واحد كده يقول يا رب شكرا عديت اليوم بسلام؟ ها؟ نقول له شكرا في كل وقت، نقول له شكرا في كل وقت. لوقا 17 بيكلمنا عن 10 عندهم مرض البرص، والعشرة دول كان منهم 9 يهود واحد سامري، وبيقول اليهود لا يخلطون السامريين، ولكن المرض خلاهم اجتمعوا مع بعضهم، عشان معروف مرض البرص دائما بيبقى خارج المدينة أو ما يقدرش حتى لو يتكلم مع حد، هيتكلم وليه مسافة ما يقدرش إن هو يقرب له أبدا. ومر في الطريق وهو ماشي يسوع واتجاه السامرية، جمعهم المرض. ورقم 10 حتى إيدينا إحنا لما نبص لإيدينا هنقول رقم 10، الوصايا العشرة، رقم 10 موجود كده في الكتاب المقدس. 10 مرات تمرد الشعب، السيد المسيح قال مثلا عن 10 عذارى. مرض البرص الشريعة بيقولوا لا يخلطون الناس لأن البرص هو نجاسة، ومن يقترب منهم يتنجس أيضا. 10 دول بيمثلوا البشرية كلها، بيمثلوا البشرية كلها. شافوا يسوع وهو داخل المدينة عن بعد، قالوا كلمة احنا او جملة احنا بنقولها في القداس اكتر مرة: ارحمنا يا ابن داود كيريا ليسون. بنقول مرات كتيرة بنقولها. رأى يسوع، رآهم، التفت اليهم ورآهم وقال لهم ايه؟ اعرضوا نفسكم للكاهن، روحوا اعرضوا نفسكم للكاهن. وهم ماشيين في الطريق شافوا من مرض بتاعهم كم واحد رجع؟ كم واحد من 10؟ هو واحد، صح؟ واحد. الواحد ده هو السامري، الواحد ده هو الغريب. والتسعة اليهود ما رجعولوش تاني، 9 من اليهود ما رجعوش، لكن الوحيد السامري هو اللي بدأ ان هو يرجع ليه ويمجد الرب ويسجد امامه وبيقول له شكرا ليك. طب وفين التسعة التانيين؟ حدش افتكر، كلهم مشيوا لكن الوحيد ده. ولما رآه يسوع إيمانك قد شفاك. ربنا عايز يشوفنا نحن بنرجع ونشكر. كم من المرات بنمر بتجارب وبضيقات وبألم، ولكن بنرجع نقول له يا رب شكرا انك انت عديت الأمر ده على خير،
ولا بننسى؟ بننسى. ممكن ده لو واحد ادلك حاجة أو عمل معاك موقف كويس، ممكن بتفضل فترة طويلة جدا كل ما تقابله تقول له شكرا. لكن ربنا بيعمل معاك كل ساعة وكل وقت، كل دقيقة موجود معاك حتى في وقت ضعفك، مش بيسيبنا. بنرجع بنقول له شكرا، قلنا له النهاردة شكرا يا رب، قلنا له النهاردة شكرا، قلنا له شكرا يا رب انك انت خليتنا ان احنا نيجي في محضرك ونسمع كلمتك، ان احنا نقدر نروح نقول له شكرا يا رب، شكرا يا رب على اولادنا، شكرا ربنا قادر اتحرك، شكرا اني اجي الكنيسه، شكرا بقدر اطلع اشتغل، شكرا على ان انا في النفس قادر ان انا اتنفس، شكرا ان في لساني بيتكلم عشان اقدر اسبحك، وايديا موجوده عشان ارفعها لفوق عشان اشكرك. نقدر ان احنا نقول لربنا شكرا في كل وقت، ولا دايما ربنا بننساه؟ هو بيعاملنا الحلو واحنا نقول له معلش مره تانيه، يبقى احنا ممكن نروح ونشكرك يا رب. لا، ربنا مش منتظر منك، ولكن ربنا سيد المسيح نظر الى هذا الرجل السامري، نظر اليه، مش مستني منك انك انت تقول له شكرا، ولكن ينظر للشاكرين. مش مستنيه كلمه شكرا، لكن بينظر الى الشاكرين. ربنا عايز يشوف ايماننا، عايز يشوفنا واحنا بنقول له ايه شكرا يا رب على كل محبتك لينا وكل عطاياك. كتير جدا بتكون عندنا ظروف وتجارب وضيقات واحزان بتخلينا منحنيين، بننحني قدام مشكله معينه او تجربه بنمر بيها. عشان كده في لوقا 13، ولوقا الوحيد اللي ذكر المراه المنحنيه، بيقول كان يسوع يعلم في احد المجامع، وكانت هناك امراه فيها روح شريره تسلط عليها، ضربها، امسكها، قعدها كم سنه؟ 18 سنه منحنيه. عارفين يعني ايه منحنيه؟ منحنيه يعني ما بتشوفش غير الارض، ما بتشوفش حد قدامها، ما بتشوفش حد قدامها خالص، كل اللي بتشوفه وطول ما هي ماشية مش شايفة قدامها غير الأرض، لم تنتصب البتة. يقول أمرضها 18 سنة جعلها منحنية لا تقدر تنتصب البتة، ولكن كانت تداوم على المجمع، على بيت الرب، كانت دايما تروح. في كلمات كده أنا قريتها لأحد الآباء، بيقول متعبدة ومستعبدة، متعبدة ومستعبدة. يعني دايما في الكنيسة، دايما بتصلي، دايما بتعترف، دايما بتتناول، دايما بتسبح كتير، ودايما بتتكلم عنه، ولكن جواك في روح شر، روح شر مسكاك، متسلط عليك، مخليك منحني لمدة 18 سنة أو أكتر أو أقل. أروح الكنيسة وأصلي، بس في حاجة جوايا، في حاجة جوايا الشيطان مسكني بحاجة معينة مش قادر إن أنا أبطلها. إنسان ممكن يكون مريض، مريض بالتدخين، منحني. ناس بتقعد كم من السنين وعمرها كله منحنية قدام سيجارة عشان تشربها، وإنسان بينحني قدام إدمان وبيوصل له مراحل صعبة جدا، منحني قدام حاجات بيشربها. إنسان منحني قدام خطية متسلطة عليه بتخليه منحني، مش قادر إن هو ينتصب البطة، مش ممكن، مش قادر ينتصب خالص، بيفضل محني. إنسان دايما الشيطان ربطه بشيء معين. خلي بالك، هي كانت عندها نقطة، مهما كانت عندها روح الشر مسكاها وخلاها منحنية، إلا كانت بتداوم دايما على وجودها في المجمع في الهيكل. ولكن في مرة أكيد ربنا هيشوفك،
مرة كده يسوع شافها ندى عليها. أكيد إحنا ممكن يكون إنسان مننا مربوط من إنسان آخر أو من حد ليه بكلام الشر، مخليه مش قادر ينتصب أبدا، بيتكلم عليه باستمرار، بيعامله وحش باستمرار، مخلي الحمل كتير عليه، خلى الحمل كتير عليه لدرجة إن هو انحنى من كتر الظلم اللي بيجي عليه من كلام ومن أعمال. ولكن ما تيأس وتفقد رجائك. ابدأ دايما كل ما يزيد عليك الحروب والضيقات وتجعلك انك انت منحني، دايما داوم على الصلاة وروح له المجمع، روح له بيته. اكيد في وقت وفي مرة مهما كان يطول الوقت هيشوفك ويقول لك تعالى. هذه المرأة لم يذكر اسمها، انها ابنة ابراهيم، ابنة ابراهيم. في لوقا 16 عدد 19 بيكلمنا على الغني والعازر، هو برضو ابن ابراهيم، كان ممسوك بالمال وكان محب للمال. خلي بالكم هو ما عملش حاجة خالص الراجل الغني ده في العازر اللي موجود قدام بيته، ما عملش فيه اي شر سوى انه لم ينظر الى الغلبان، ما نظرش ليه، ما شافش تعبه، ما شافش ألمه، طالع داخل هو شايفه قدامه، ولكن لما ينظر قلبه مرقش محنش ليه، وقدر ان هو يمسك ايده ويشوف تعبه. مات الغني ودفن، ومات العازر وحملته الملائكة، فنظر من بعيد لعازر وهو بجانب ابراهيم. ارسل لي لعازر، ارسل لي لعازر. يوحنا المعمدان بيقول اصنعوا ثمارا طريق بالتوبة، لا تقولوا لنا إبراهيما أبا. عايز يشوف العمل بتاعتنا الحلوة. خلي بالك مهما كان بيتسلط عليك روح الشر وبيخليك منحني، ولكن داوم دايما على الصلاة، داوم انك انت تروح له. لما شافها يسوع، لما رآها يسوع دعاها، وضع يده على أول حاجة رآها، النقطة الثانية دعاها، النقطة الثانية وضع يده عليها. هتقول أن ربنا مش شايفني، مش شايف التعب اللي أنا فيه، إن كنت تعبانة في البيت، إن كنت تعبان في البيت، إن كنت مظلوم من حد في شغلك أو في خدمتك أو في أي مكان، هو ربنا مش شايف؟ لا شايف، شايف، وفي وقت هيتدخل، بس أنت خلي عندك إيمان، هيشوفك وهينده عليك وإيده هتلمسك. يد الرب المخلص وضع يده عليها، ما كان لمسة إبليس، فشفيت في الحال. الله قادر إن هو يمحي كل التعب وكل الضيقات وكل التجارب المربية. ربنا يقدر الفترة اللي انحنينا فيها، انحنينا بسبب حزن معين، حد من أحبائنا انتقل، الشيطان كده عطينا روح العاطفة اللي خلينا دايما في حالة حزن باستمرار، يجي ربنا في لحظة من اللحظات هيفرح قلبك ويشيل الحزن ده، يشيل الحزن ده. انحنيت بسبب ظلم، هيحوش عنك الظلم. انحنيت بسبب تعب وضيقات وتجارب كتير في حياتك، بس ما تفقدش رجائك، دايما داوم، وهيجي في وقت هيشوفك، هينده عليك، هيضع يده المقدسة عليك فتشفى في الحال. الله يا أحبائي إذا كان بينظر عايز يشوف إيماننا، والنقطة الثانية ينظر للإنسان اللي بيشكره، يقول له شكرا لك يا رب. الله بينظر لتقدماتك، الحاجة اللي بتقدمها. يا ربنا عايز مني أنا؟ المخلوق بيقدم للخالق رغم كل حاجة هي من عند الله. الله هو المعطي الكل وبسخاء، لأن حتى احنا بنقول إيه، من إيدك يا رب وعطيناك. ولكن الله دلوقتي بيكون فين تقدماتك؟ فين اللي أنت بتقدمه؟ سفر الخروج أصحاح 23 عدد 15 بيقول إيه؟ لا تظهروا أمامي فارغين. أنت يا رب عايز حاجة؟ لا، هو مش عايز أموال، مش عايز أموال، عايز يشوف قلبك ومحبتك، إيه اللي بتقدمه ليه؟ ومن خلال الآخرين
لأنه حتى بيقول كنت جعان، كنت مريض، كنت عريان. إمتى يا رب إحنا شفناك مريض؟ كل ما فعلتموه بكل هؤلاء فبإيه فعلتم؟ إيه اللي أنت عملته؟ الله عايز يشوف اللي أنت بتقدمه. الله يريد القلب وما يحمله من محبة. قلبك مليان محبة ولا مليان كر وحقد وغيرة؟ أول مثال أو أول مش مثال سامحوني، أول ما ذكر في العهد القديم عن تقدمة عن هابيل، هو أول إنسان ذكر في الكتاب المقدس الله نظر إلى تقدمته. الله نظر إلى إبراهيم لما قدم ابنك ابنك إسحاق محرقة لي، ولكن إبراهيم كان عنده إيمان، بيقول الغلام اللي ماشي معه ابقوا أنتم ها هنا ونذهب أنا والغلام ونعود. أنا عارف ربنا مش هيرضى. نظر ليها الله. ربنا نظر للمرأة اللي وضعت الفلسين، بيقول وجلس أمام الخزانة ليرى. ما فيش ناس أغنياء، قدموا وقدموا أكتر من المرأة. ربنا ما شافهمش ولم ينظر لتقدماتهم. مش ربنا بينظر للحاجة اللي أنت بتقدمها قبل ما ينظر لقلبك بيقدم إزاي؟ ربنا عايز ينظر لقلبك. أشعياء الإصحاح الأول عدد 11 بيقول رفض الرب التقدمات التي قدمها الأشرار لأن أيديهم مليانة دما. إن كان قدام قلبك مليان بالشر مهما اتقدمت ومهما عملت مهما قدمت وعملته مش هيبصلك، مش هيبصلك. بس خلي قلبك حلو نظيف مليان محبة وقدم حاجة بسيطة لا هيبص لك أنت. قدم قايين من ثمار الأرض، أما هابيل قدم من أغنامه. إيه الخطية بتاعتهم أو إيه اللي عمله قايين؟ طلع لقى نفسه مزارع بيزرع ويحصد ويوكل أبوه وأمه وأخوه. أما في الوقت ده الحيوانات ما كانتش، كانت اللحوم ما كانتش بتتاكل، ولكن هابيل كان بيرعى الغنم. ربما ممكن يكون سمعوا من أبوهم وهم بيحكي لهم عن قصة اللي هي لما أخطأوا وهم عاصوا الرب وسمعوا كلام الحياة المجربة وحطوا على نفسهم أوراق الدين وطلع عليهم الشمس، بدأت الأوراق تجف وتنزل، فجي الرب عملهم كسى عريون بجلد الحيوان. ممكن يكونوا سمعوا القصة دي من أبوهم وعرفوها. ولكن في قصة قايين وهابيل لماذا الرب قبل تقدمة هابيل ولم يقبل تقدمة قايين؟ أولا نظر الله إلى العاطي قبل العطية. لأن إحنا لما نرجع لتكوين 4 بيقول لم ينظر الرب إلى قايين وتقدمته، نظر الرب برضا إلى هابيل. لما نقرأ كده خلي بالكم، ونظر الرب برضا، مش قال لتقدمة هابيل، ونظر الرب برضا إلى هابيل وتقدمته، ونظر الرب إلى قايين وتقدمته ولم يرضى عنها. يبقى ربنا بينظر ليه؟ الحاجة اللي بتقدمها؟ لا، ربنا بينظر لقلبك أنت. أنت بتقدم الحاجة اللي موجودة من عندك بأي شكل؟ برضا؟ بحب؟ مهما كانت اللي أنت بتقدمه. لا، أنا أقول أنا عايز قلبك. المقصود الله نظر أولا إلى العاطي، إلى العاطي. يعني الله يهمه العاطي قبل كل العطية. يهم يشوف قلبك، يشوف محبتك. أنت بتقدم العطية دي والتقديمة دي بأي قلب؟ وبس وخلاص؟ لا، أنا جاي النهاردة عشان أحط حاجة في الكنيسة تقدمة. لا، وعايز يكون قلبك وبرضا بتاخد المرتب بتاعك. ولكن بنقول ايه؟ طب نستنى نشوف ممكن هنكفي الشهر ولا مش هنكفي. ده بيقول هاتوا العشور وجربوني. يعني انا باخد العشور بتاعه ربنا قبل ما ببدا المصاريف واقول له خد حقك انت اهو، لان من ايدك انت انا برجعه لك مره تانية. انسان بيقدم ليك هديه انت بتفرح، واحد بيقدم لك هديه كده انت بتفرح، انت بتفرح بالهديه بالحاجه المقدمه ليك.
ولكنك انت بتفرح من اجل الانسان اللي قدم لك. لا انت بتبص ممكن للحاجه اللي جات لك حاجه الماديه، ولكن ممكن تكون الحاجه اللي جايه لك دي يكون وراها امر تاني خالص، يكون ليها قصد تاني. عشان جاي لك دي زياره مش وبس، يعني اكيد وراها موضوع عايز اكلمك فيه او محتاجك في حاجه معينه. لكن ربنا بيقول لك لا، انا ببص للي قدم في الاول قبل ما بيقدمها. فنظر الرب الى هابيل، ما ننساش ان احنا ما نقولش تقدمه هابيل، ولكن نظر الرب الاولا الى هابيل وبعد كده العجل وتقدمته. الله بيعلمنا، يقول فين استعداد قلبك، فين قلوبنا المستعده عشان احنا بنقدم له اغلى ما عندنا، بنقدمه له بنقول له خد. ابراهيم مغليش عليه ابنه الوحيد، راع عشان يقدم لربنا. هابيل بيقول من اسمان، من ابكار اغنام وسمانها قدم اغلى ما عندك، بتقول له خد يا رب. مزمور 50 بيقول، الله بيقول كده، لا اعاتبك على ذبائحك، لا اعاتبك على ذبائحك، فمحرقاتك امامي كل حين. لا اخذ من بيتك عجلا ولا من حظائرك تيسا، فلي جميع وحوش الغابة، إن جعت فلا أقول لك أنا لا آكل لحم السيران، فليكن الحمد ذبيحتك، ذبيحة حمد، ذبيحة شكر. يوحنا، رسالة يوحنا الأولى صح الثالث عدد 12، أعمال قايين كانت شريرة. دي النقطة الثانية، أول حاجة إن الله قبل الذبيحة، بيقول نظر إلى هابيل وتقدمته. النقطة اللي بعد كده، أعمال قايين كانت شريرة. مهما كانت أعمالك، مهما كانت تقدماتك وصلاتك وإنت موجود قدام ربنا، ولكن كانت أعمالك شريرة، هيقبل إزاي؟ ما هو وقف العشار وفي الريسي قدام الهيكل الاتنين، ولكن الله نظر لإيه؟ نظر للقلب. فذهب العشار مبررا، فذهب العشار مبررا، اما الفريسي فذهب وهو مدان، عايز يشوف قلبك مش عايز يشوف الحاجه اللي انت بتقدمها. الله ينظر الى اعمالك قبل عطاياك. كل اعمالك شريره وبتقدم عطايا كتير بتبهر، ولكن قلبك بعيد عن ربنا، يبقى ربنا هيقبل ازاي؟ كان قيينا شريرا، لذلك كانت تقدمته باطلة، وكان هابيلا بارا، كان قلبه مستقيما، وكان تقيا، وكان الرب يقدره، لذلك نظر الرب إلى هابيل وإلى تقدمته. فربنا النهاردة عايز يقول لك، أنا مش عايز أشوف اللي أنت بتقدمه، لا، أنا عايز أشوف قلبك أنت، عايز أشوف محبتك أنت، عايز أشوف علاقتك أنت بالآخرين. انا ما يهمنيش اللي انت هتقدمه ايه، ما بيهمنيش اللي انت بتعمله، بس اللي انت بتعمله خارج من قلب نقي. هل ان احنا ممكن نكون زي يهوذا، نسلم وبيقول له ابو قبلة تسلم ابن الانسان، وبنحضن كده وبنبوس بعضينا؟ لا لا لا، ما هو شايف، طيب شايف اللي جوه قلبك. ما قاله الترجوم عن قايين وهابين في شكل حوار، الترجوم ده هو اسم يطلق على عدد من الترجمات التفسيرية القديمة، يعني الحوار ده مش موجود في الكتاب المقدس، لأجزاء من العهد القديم إلى اللغة الأرامية، وقد وضعت هذه الترجمات في الفترة الواقعة بين القرن الثاني وأواخر القرن الخامس قبل الميلاد. قال قايين لهابيل، مش موجود في الكتاب، أنا أرى أن الله لم يخلق الكون بمحبة. قايين بيقول لهابيل كده، أنا شايف أن ربنا ما خلقش الكون ده بمحبة، وأنه لا يديره بحسب ثمرة الأعمال الصالحة، وأنه حين يدين أنه يحابي الوجوه، وإلا فلماذا نظر إلى تقدمتك ولم ينظر إلى تقدمتي؟ أجاب هابيل وقال له، الله خلق العالم بمحبة، بما أن أعمالي أفضل فالله قبل تقدمتي. خلي أعمالك كويسة. قال قايين لهابيل، لا دينونة،
ولا ديان ولا عالم آخر، لا مجازاه للصالحين. فقال له أبيل: هناك مجازاه وعقاب للأشرار. فقام قايين وضرب أخيه وقتله. في عبرانيين 11 عدد 4: قدم هابيل ذبيحة أفضل، الشهد الله لقربيه، وإنه إن مات يتكلم بعد، بعد ما يموت يتكلم. هو شايف قلبه وشايف أعماله. ربنا عشان ينزل لتقدماتك قدم أفضل ما عندك بقلب وبرضا ومحبة. قدم من أبكار غنم وثمارة. أكيد حسب عبرانيين بيقول لنا قرابين، يعني كانت ليه تقدمات كتيرة، دي مش أول مرة. أكيد قدم مرة واثنين وثلاثة قرابين. لا نجد في العهد القديم ذكر القايين خالص غير في كتاب الحكمة. أما في العهد الجديد نجد ذكر هابيل في متى 23 وعبرانيين 11 وواحد يوحنا 3 ويهوذا 1:11. إذا كنا إن إحنا عايزين دايما الله بيذكرنا بكل حب، قدم بقلبك ومحبتك وخليك دايما راضي متواضع محب. السامري الصالح بيكلمنا وبيقول كده في إنجيل برضو القديس لوقا 10: الله بينظر لتعبك من أجل الآخرين. الله ينظر لتعبك. بيقول كان رجلا نازل، الرجل نازل اللي اتضرب ده وكانوا خلاص على وشك الموت، وكان نازل، يعني كلمة نزول يعني من حاجة حلوة لحاجة وحشة، من أورشليم إلى أريحة، من مكان القداسة لمكان الخلاعة. وبيقول برضو عن الكاهن، كان نازل، الكاهن كان بيعمل إيه؟ كان بيوعظ وكان بيتكلم. طب في عمل تاني عايز تقدمه، أنت اتكلمت وعظت عنه، بس في عمل إنك أنت تعمل بقى، تمد إيدك لإنسان مريض أو إنسان محتاج، ما تتكلمش بس. اللاوي معناها يعني مكرس برضو أو خادم من نفس العيلة. بيقول ونظر إليه وأمال، والكاهن نظر إليه وأمال ومشي وسابوه. ولكن كون هناك سامري صالح ما قالش نازل، مسافرا مسافرا، فرآه تحنن عليه، سكب عليه زيتا وخمرا، حمل عدبته، جاب أبيه إلى فندق. السامري مع تصرفه انقلب مفهوم القرابة. السامري الصالح مع تصرفه انقلب موضوع القرابة. في حين كان الناموس يسأل، ناموس موسى يسأل من هو قريبك، لكن مع السامري الصالح أنا قريب من. شوف خلي بالكم الآية اتعكست، مع الناموس بيقول من هو قريبي، ولكن مع السيد المسيح في العهد الجديد تقول أنا قريب من. فيفترض بنا لا أن نبحث عن أقرباء، بل أن نقترب من الآخرين. ما تدورش مين اللي قريبك، ولكن في الأول اقترب من الآخرين. فإرادة الله أن نتمم الناموس بحسب ما عاش يسوع وعلم، نقترب بحسب معاش يسوع وعلم. هل حياتنا فعلا ان احنا قادرين نشوف يسوع، بنتعلم منه، بنعيش معاه، عندنا ايمان ان هو يسوع لما يشوفنا ويشوف ايماننا هيقدر فعلا تتم المعجزات، ولا احنا ايماننا ضعيف؟ يسوع عايز يشوف ايمانك، عايز يشوف شكرك، عايز يشوف تعبك. هنقدر النهاردة بإيماننا ندور على كل واحد بعيد عن ربنا ونقدر نجيبه معانا، وعندنا ثقة وإيمان إن ربنا قادر يحل قيوده، قيود التعب، قيود تسلط إبليس عليه؟ هل عندنا روح الشكر دايما؟ إحنا نقدر نعيش زي السامر الصالح، نتعب نفسنا شوية بإيمان وبحب، عندما نرى إنسان محتاج نقرب ليه، مش نسيبه ونمشي ونبعد عنه. ربنا يدينا نعمة وبركة في حياتنا. تعالوا ناخد لحظات بسيطة نصلي. كتير جدا ما بنكون مهمومين وتعبانين،
يكون عندنا تجارب أو ضيقات أو ألم، نقول يا رب يعني أنت مش شايف، أنت مش سامع، مش شايف الهم أو التجربة أو الضيقة أو الألم اللي أنا فيه. ربنا يرد عليك ويقول لك ده أنت حتى شعور رؤوسكم معدودة ومعروف عندي وعارفها. ربنا هو ماشي وداخل أريحة قدر أنه يشوف زكى العشار، شافه بعينيه ونداه باسمه، مش قادر أنه ينده على باسمك في هذه الليلة المباركة ويقول لك ما تخافش أنا موجود معاك. مش قادر أنه يشوف تعبك وحزنك وألمك الفترة اللي فاتت، مش قادر أنه هو بيشايف كل ما تعبك وكل المظالم اللي أنت تحملتها وجعلتك محني. لا، ربنا شايف كل ده وسامع وهيتدخل وهيستجيب في الوقت المناسب. نصلي من أجل كل إنسان مكسور وحزين ومتألم، نصلي من أجل المرضى والمتألمين بكل الأمراض، نصلي من أجل الموتى الذين رقدوا، نطلب من ربنا يديهم نياحة وراحة في أحضان القديسين. نصلي من أجل الإنسان، كل إنسان بعيد عن ربنا، نصلي من أجل الضالين والبعدين عنه، ربنا قربهم ويرجعهم لبيوته. نصلي من أجل المتخصمين والمتضايقين واللي عندهم مشاكل وضيقات وألام. اسمع يا رب واستجب، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
تدرك عيني والنعاس الهادي قد فارق أجفاني والنعاس الهادي قد فارق أجفاني. يلا كلنا نقول يسوع لم أسرع إلي في يأسي وظلامي نور عيني لما شفته صرخت ارحمني لما شفته صرخت ارحمني انقذني وتحنن عليا انقذني وتحنن عليا اخذت المجدف اجدف خابت امالي ضعفي وعجزي وجهلي زود أخذت المجدف أخذت المجدف أجدد وخابت أمالي ضعفي وعجزي وجهلي زود أحزاني لكن هو شايفني ويسوع عالصبت شايفني ويسوع عالصبت شايفني امتى تيجي يا ربي وترد لي امالي امتى تيجي يا ربي وترد لي امالي يسوع ارحمني جي انقذني وتحنن علي جي انقذني وتحنن علي اصلي له تحير عجل التدابير بيكفي الباب ويفتح ألف باب تعالوا نصلي واحنا واقفين أصلي له تحير عجل التدابير بيكفي الباب ويفتح ألف باب غيره يدوب يلمح إيدي أمامه مرفوع بحب أجيب علي يطيب جاز الخير ما بفهمهوش ساعات يمكن وبتزمر واشوفه بعيد في وقت الدين ومتأخر ما بفهمهوش ساعات يمكن وبتزمر واشوفه بعيد في وقت الضيق ومتأخر يقول اصبر ما تستعجلش على فرحك ده انا بإيدي ده انا بإيدي ده انا بإيدي بجهز لك
فرح أكبر بيبعت رحمة للسهران في للقاسي ويبعت نعمة للغفلان وللناس بيبعت رحمة للسهران في للقاسي ويبعت نعمة للغفلان وللناس وبيطبطب على المهموم وبيواسي ويفتح طاقة للمسجون في أحزانه حنين واللي ده منه وكن عارف ويحوق علي ماشي بسكته شايفه حنين واللي ده منه وكن عارف بعيد وبيخلفوا ويوفي العهد لو كل البشر خانوا أروح عنده أحط الحمل وأسيبه وأنا مرتاح ما أنا واثق في ترتيب مين واثق في ترتيب أروح عنده أحط الحمل وأسيب وأنا مرتاح ما أنا واثق في ترتيبه ولا يشغلني خوف من جاي وليه وإزاي بقول له الخير يا رب أنت اللي هتجيبه سخية إيدي وجواني أنا متشل وفي حضور بحس بكل راحة بال سخية إيديه وجواني أنا متشل وفي حضوره بحس بكل راحة بال ده ألف وعوده هيعوضني عن أتعب سنين عدت وبكرة هيبقى أحسن تاني قول سنين سنين عدت وبكرة هيبقى أحسن حال بيبعت رحمة للسهرة ويبعت نعمة للغفلان وللناسي ويفتح طاق للمسكون في أحزانه حنين واللي داق منه أكيد عارفه يحوط علي ماشي بسكته حنين واللي داق منه أكيد عارفه يحوط علي ماشي بسكته شايفه ويصبر علي ماشي بعيد وبيخلفه ويوفي العهد لو كل البشر خانوا ياللي بديت الرحلة معايا واثق فيك إنك هتكمل أنت الفرح في وقت بكايا وأنت القلب اللي بي يلا قول ياللي بديت ياللي بديت يا اللي بترعاني يا اللي ايديك دايما
انت امين ما بتتغيرش وعدك صادق لما بتوعد عن وعدك انت ما ترجعش انت رسمها لي ساعدني يا ربي اعيش لك عالي فوق العالم فوق احوالي خطة عظيمة مدبرها لي رحلة عمر انت رسمها لي ساعدني يا ربي اعيش لك عالي يا ربي احبك اكتر ده ما حدش بيحبني قلبي وحد قلبي وحد قلبي وخليني اصغر طول ايام اشهد عن حبك شوقي يا ربي احبك اكتر ده ما حدش بيحبني يلي ايديك دايما رفعاني جبني الخطة اعظم خطة مش داي صدفة هل تعالوا نختم وقت تسبيحنا احنا بنقول جبني الخطة اعظم خطة مش داي صدفة هالليلويا وهالليلويا
له وانت بتغمض عينك واحنا بنختم بابنا الذي يقول له شكرا ليك يا رب. شكرا ليك عشان كل كلمة سمعناها. شكرا ليك عشان حضورك وكل ترنيمة يا رب. شكرا ليك. أبانا الذي في السماء ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في سمائه كذلك على الأرض. وخبزنا كفافنا أعطينا في أيامنا واغفر لنا ذنوبنا كما نحن لغيرنا. لا تدخلنا في تجربة بل نجنا من الشر لأن لك الملك والقوة والمجد من الأزل إلى الأبد. يبارككم الثالوث القدوس الله الآب والابن والروح القدس. امضوا بسلام. سلام المسيح يكون معاكم. الله الآن يأمر جميع الناس أن يتوبوا. افتح عيني عشان أشوف إيه اللي عملته على الصليب علشاني. اعرف حاجة، الشر لا يكسر بالشر.